جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعذر الإنسان بجهله في التوحيد؟ لا يعذر بالجهل في التوحيد، لأن توحيد واضح، توحيد واضح في القرآن والسنة. من قرأ القرآن وقرأ السنة عرف التوحيد، فهو واضح، لا يعذر أحد بجهل. وإنما يعذر بالجهل من كان منقطعاً، لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه شيء، هذا يعذر. أما الذي سمع القرآن وسمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعذر في الأمور الظاهرة مثل التوحيد. قد يعذر في بعض الأمور الخفية التي تشتبه، قد يعذر فيها، لكن الأمور الواضحة هذه لا يعذر فيها.